تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة قنا، حيث تعمل على تقديم خدمات طبية متكاملة لجميع الأسر. أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا أن قرار مد الحملة لفترة 100 يوم أخرى هو إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال 100 يوم السابقة من الحملة، بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم. المبادرة طبعا شاملة تكثيف العمل بالمبادرات المختلفة الرئاسية، يعني مثلا عندنا زي مبادرة الأطفال حديثي الولادة، مبادرة الكشف عن السمعيات عند الأطفال حديثي الولادة، بعد كده يعني هي شاملة كل المراحل السنية، الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، المقبلين على الزواج، وسائل تنظيم الأسرة بالمجان. كشفت سكر وضغط وجلد، والحمد لله أنعم علينا ربنا بدكاترة في منتهى الذوق والأدب والأخلاق، وصرفوا لي العلاج وصرفوا لي كل حاجة. شفت على السكر والضغط، وبنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه هو مهتم بالشعب المصري، وربنا يبارك فيه، وإن شاء الله يعني في خير إن شاء الله إلى الأمام بإذن الله على طول.